FM. الكلمة ليك. بالفعل اولا المعطى اللي ذكرته سي سوفين معطى اختير برشا، لانه اليوم بالفعل هذا يدل انه مناخ الاعمال في تونس ما عادش عنده الجاذبيه المطلوبه، ويؤكد مره اخرى وانه البنيه التحتيه نتاعنا في حاجه للتطوير وفي حاجه للاصلاحات. اليوم المشاكل اللي موجوده في ميناء رادس مشاكل كثيره وعديده، ونذكر وانه لما كنت في وزاره التجاره بالتعاون مع البنك الدولي كان عندنا برنامج مشترك بين وزارة النقل ووزارة التجارة ممول من البنك الدولي لتطوير ميناء رادس، ولكن في الحقيقة هذا أولا الإنجاز بطيء، ثم ثانيا لم يتم يعني في طور الإنجاز ولكن بخطوات بطيئة، ولكن الحقيقة خليني نقولها مهما تطورنا يعني ضعف عليش. قدرة ميناء رادس على استيعاب العدد الكبير من البواخر اللي جي، ثم ثانيا تردي الخدمات داخل الميناء نفسه، هذه في الحقيقة وتراجع الانتاجيه نتاع العمل داخل الميناء، هذا هو من الاسباب اللي والله انا شو نقول الحقيقه الوضعيه ككل داخل ميناء رادس هي وضعيه كارثيه، والى حد الان منذ الثوره الى الان فشلنا في ايجاد حلول لميناء رادس. اعتقد انه اليوم الدوله اولا المطالبه باش تاخذ اجراءات صحيحه ومؤلمه لاصلاح ما يمكن اصلاحه في ميناء رادس، ثم ايضا ايجاد حلول سريعه كاستعمال ميناء بنزرت، لما لا، لانه قريب وعنده المواصفات الفنيه لتخفيض الضغط على ميناء رادس وميناء طبعا من الساعة وسي يعني سوفيان حتى السلوكية نعم المشروع الكبير نتاعنا من النفيذة هذا كتأخر برشا، واعتقد حتى الجدوى نتاعه تستحق للمراجعة. تتفي تتفي الكلمة ليك.